يجد حلاوة عظيمة في قلبه، وهناك حلاوة معنوية خاصة بالنساء، بينها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. فالمرأة إذا أدت حق زوجها طاعة لله قياما بأمر الله تجد حلاوة في قلبها، هي حلاوة الإيمان. وهذا الأمر يحاول شياطين الإنس والجن اليوم أن يصرفوا المرأة عنه، وأن يوسوسوا لها بأنها مساوية للرجل، وأن أداءها حق زوجها ضعف وذلة. وهذا خطأ عظيم، بل كرامة المرأة أن تؤدي حق زوجها طاعة لله، فتجد في قلبها حلاوة ولذة عظيمة. المرأة لها حقها ولها مكانتها، والإسلام كرمها، والمسلم الكريم يكرمها، لكن قيامها بحق زوجها من كرامتها، ليس ذلا ولا نقصا ولا طغيانا ولا ظلما.